أشاد قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في خطاباته بمناسبة زيارته الرسمية التاريخية إلى مملكة البحرين، أشاد بدستور مملكة البحرين الذي كفل مستقبلا أفضل ينعم فيه الجميع بوطن يسوده النماء والاستقرار والسلام. قداسة البابا أشاد أيضا بإعلان مملكة البحرين الذي يعبر عن فكر وفلسفة عاهل البلاد المعظم حول مفهوم التعايش الإنساني لتقديم كل ما فيه خير للبشرية جمعا. على مر تاريخها العريق عرفت مملكة البحرين بمساعيها الحثيثة في نشر رسالة السلام والتعايش بين مختلف شعوب العالم، والتي انطلقت من عدة ثوابت راسخة كفلها دستور البحرين الذي جعل بلد السلام واحة للأمن والأمان. هذا الدستور الذي لطالما كان محط أعجاب العالم في كيفية صون الحريات والحقوق أشاد به مؤخرا قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في خطاباته بمناسبة زيارته الرسمية التاريخية إلى المملكة، نظرا لما يؤكده دستور البلاد على أهمية تعزيز القيم الإنسانية بين الجميع وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير لكل بني الإنسان. أعرب عن تقديري للمؤتمرات الدولية ولفرص اللقاءات التي تنظمها هذه المملكة وتعززها، خاصة مع التركيز على الاحترام والتسامح والحرية الدينية. هذه هي مواضع أساسية أقرها دستور البلاد الذي ينص على أنه يجب أن لا يكون هناك تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد. قداسة البابا فرانسيس في كلمته التي ألقاها لدى استقبال جلالة الملك المعظم له أشاد بنصوص وثيقة إعلان مملكة البحرين الذي دشنته المملكة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 2017، والذي يقوم على عدد من المبادئ التي تعد من ركائز التعايش السلمي الإنساني والتعددية الدينية. إعلان مملكة البحرين في هذا المجال يعترف بأن المعتقد الديني هو بركة للبشرية جمعاء، وهو أساس للسلام في العالم. أنا هنا كمؤمن ومسيحي وكإنسان وحاج للسلام، لأننا اليوم أكثر من ذي قبل نحن مدعوون في كل العالم للالتزام بالسلام. كما استشهد قداسة البابا في ختام أعمال ملتقى البحرين للحوار بمواد إعلان مملكة البحرين الذي خطه عاهل البلاد المعظم نصاً وفكراً ليكون معبراً عن رؤية البحرين لمستقبل أفضل للبشرية. يقول إعلان مملكة البحرين أن الله هدانا إلى عطيته الإلهية، عطية حرية الاختيار، فلا يمكن لأي شكل من أشكال الإكراه الديني أن يقود الشخص إلى علاقة لها معنى مع الله. كل نوع من الإكراه يتنافى مع جلال الله وقدرته تعالى، لأن الله لم يسلم العالم إلى عبيد بل إلى مخلوقات حرة يحترمها احتراما كاملا. مملكة البحرين تمضي قدما في تعميق التفاهم بين الأديان وإشاعة القيم الإنسانية، وها هي اليوم باتت أنموذجا عالميا يحتذى به في السلام والمحبة بفضل ما رسخه جلالة الملك المعظم من مبادئ التماسك والتعايش الإنساني بين جميع منتسبي الأديان المختلفة في أقطار العالم.